ويا أهلا وسهلا بجمهور أصدق. أكيد بتسألوا وين إحنا اليوم؟ اليوم جولتنا غير. صح، إحنا بمخيم بلاطة وعسكر. يجينا لنوصل صوت المعاناة الخارجي من هون، صوت خنساء عسكر. أم الشهيدين بشار وبسمان الشنير. فريق واحد وأسرة واحدة. في كل زقة حكاية أصداء إجت لتكتبها. طبعاً ما نسينا زيارة مركز يافا في مخيم بلاطة. أصداء عدسة الكل الفلسطيني.